200 كيلوغرام هو وزن كمية من مخدر عجين التكروري كان شخصان بصدد تهريبها قبل أن ينجح أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدية في حجزها يوم الأربعاء 22 جوان 2016 بجهة منزل الحبيب ولاية قابس، وتم إيقاف شخصين إحداهما من ذوي السوابق العدلية في مجال تهريب وترويج المخدرات وحجز مبلغ مالي هام وسيارة ودراجة نارية من نوع توك توك كانت كمية المخدرات المذكورة مخفية بداخلها حيث كان في اتجاه الحامة من ولاية قابس. تم حجز وسائل النقل والبضاعة والاحتفاظ بصاحبيهما على ذمة الأبحاث المتواصلة.